الله الرحمن الرحيم. نحن سعيدين اليوم بمشاركتنا في عجمان اكس ببرنامج المبرمج الصغير في صيفنا سعادة في دورته الثالثة، الذي يحظى برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي رئيس المجلس التنفيذي ولي عهد إمارة عجمان، وبتوجيهات من سمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط. تم طرح ثلاث برامج، وهي برنامج التطبيقات الذكية، علم تصميم الروبوتات، وبرنامج الطابعة ثلاثية الأبعاد، الذي تهدف إلى تطوير مهارات المستقبل، تكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الفئات المستهدفة من سن 8 إلى 13 سنة. والبرنامج بيتم طرحه من تاريخ 18/7 إلى 12/8 ولمدة شهر. بيقدم برامج مختلفة، بيأهل النشئ لتعلم لغة البرمجة وهي لغة العصر. وفي الختام نتقدم بالشكر الجزيل لقيادتنا الرشيدة على إيمانهم الراسخ في بناء أجيال متعلمة متسلحة بالعلم والمعرفة. ولله الحمد، أطلق الشيخ أحمد بن حميد النعيمي النسخة الثالثة لبرنامج صيفنا سعادة برعاية كريمة من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وبشراكة استراتيجية من وزارة تنمية المجتمع. البرنامج في نسخته الثالثة يتم ضم العديد من البرامج والفعاليات المجتمعية والرياضية والثقافية والعلمية والدينية لكافة شرائح المجتمع. برنامجنا يمتد شهر كامل من اليوم 18/7 إلى 18/8 في شتى المجالات. شاركونا في البرنامج، صدقوني ما راح تندمون. نراكم على خير إن شاء الله.